عن مصعب عن عائشة قالت سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته. هي طبعا زوج النبي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها الصديق الأعظم، فكانت تعرف ماذا كان يفعل النبي في بيته. قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، يمسك ثوبه وينظفه، في حاجة عالقة بيه، شوكة عالقة بيه، في تراب فينظفه. يفلي ثوبه، الفلي اللي هو التتبع، ولذلك واحد يقول يفلي رأسه، يعني يتتبع كده شعر رأسه علشان يشوف أي حاجة في رأسه من حشرات، من حاجات، من أي شيء يشيلها وينظفها. يفلي ثوبه يعني ينظف ثوبه من الأشياء العالقة به. ويحلب شاته، حلب الشاة ده فن، وحلب الشاة ده صعب. حلب الشاة ده عايز واحد يقعد على الأرض ويمسك الشاة ويحلبها في الإناء. ويخلب نفسه رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم. في البخاري في حديث أيضا عن السيدة عائشة في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عما كان يفعل في بيته فقالت كان في مهنة أهله. مهنة أو مهنة كلاهما صحيح بالفتح والكسر. كان في مهنة أهله، يعني كان يشوف أهله بيعملوا إيه، بيغسلوا الصحون يغسل الصحون، كانوا بيطبخوا يطبخ معاهم، كانوا بيخيطوا الثياب يساعدهم. كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم.